الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا يكافئ نعمه ويكافئ مزيده. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من عبده وخليله. بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به الغمه وعبد ربه حتى اتاه الله اليقين. اما بعد، فما زلنا مع اعمال رمضان، ومن اهم اعمال رمضان المتابعه. أنا كانت أمنية حياتي إن حد من الصحابة رضوان الله عليهم يحكي لنا يوم صيام النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح صائما كيف يفعل، بحيث إن أنا يبقى عندي مثال يحتذى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عندي مناسككم، فعرفنا مناسك الحج، صلوا كما رأيتموني أصلي، من توضأ مثل وضوئي هذا. لأن طبعاً النهاردة من أهم الأعمال عندنا في رمضان المتابعة. المتابعة يعني إيه؟ إحنا أخلصنا العمل لله، طيب إحنا عايزين نشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم إزاي؟ فالنهاردة أنا عايز أتخيل المشهد ده، إن أنا قاعد، يعني هو المشهد ده لازم تحطه قدام عينك. تتخيل إن أنت صايم، فأنت الفجر أذن، فأنت قاعد مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في البيت. فالفجر أذن، فهو بيبدأ يراقبك وانت بتعمل ايه. فهو يجي عند الفطار يقول لك انت كويس، كل يوم زي كده، او يجي لحظة الفطار يقول لك لا انت ما صمتش ارجع. النبي صلى الله عليه وسلم قالها بمعنى بسيط، قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حدث لله ان يدع طعامه وشرابه. لكن انا كنت عايز تفاصيل يوم النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يوم صايم كامل. بيصحى اول ما يصحى الفجر، بيصحى قبل الفجر بيصلي، طب من الفجر بيعمل ايه؟ فانا هبدا اتخيل ان انا قاعد مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد قدامي، فانا صليت الفجر اذن، قوم صلي السنه، حاضر. طب ارفع ايدك وادعي لحد الاذان، حاضر. طيب روح صلي في المسجد الجماعه، حاضر. طب اقعد لحد الشروق، حاضر. طب اقرا قران وصلي لحد الظهر، حاضر. طب اتوضى وصلي سنه الظهر، حاضر. طب صلي الظهر، حاضر. طب الظهر ده صلي شويه ركعات كده لحد قبل العصر بشويه، حاضر. طب نام القيلوله، حاضر. قوم صلي 4 ركعات قبل العصر، حاضر. اقرا قران لحد المغرب، قبل المغرب بنص ساعه ارفع ايدك وافضل ادعي لحد المغرب. فانا عايز اتخيل اليوم ده، عايز تخيل. فسيدنا جابر بن عبد الله، ودي الميزه ان احنا عندنا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمونا. فاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جابر قال: لا تجعل يوم صيامك كيوم فطرك. فالنهارده كل واحد فيكم انا بطالبه كده ان هو يتخيل ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد قدامك، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد قدامك وانت صايم، ها فالاكل رحت نايم، صحيت صليت الصبح بالعافيه ورجعت نايم للظهر، انا تعبان اصلا انا صايم، نايم صلاه الظهر ونايم لحد العصر، تعبان وصايم، صليت العصر وعمال تتطوح كده وكده وانا صايم. فيقول لك يا اخي النوم، لا لا لا، قعد فصم انك لم تصم. فالنهارده انا محتاج اراقب النبي صلى الله عليه وسلم في كل حاجه، فابدا اتخيل المشهد، ها ها. طيب قبل العصر، قبل العصر المغرب احتمال كبير سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل ايه؟ أكيد كان بيقرأ قرآن شوية، وبعدين يقول أذكار المساء وبيرفع إيده. طب من الظهر للعصر احتمال بيعمل إيه؟ صلى الظهر وصلى السنة بعديها بتاع الظهر، وقعد يقرأ قرآن شوية لحد قبل العصر بساعة ونام ساعة. جميل. الصبح لا غالبا ما هو ما نامش بقى، هو صلى وقعد الشروق وقعد يقرأ قرآن ويصلي الضحى 8 ركعات مثلا لحد الظهر. هو ده يومك. تخيل على طول كده في كل حياتك عشان حياتك تستقيم، تتخيل كده إن سيدنا نفسه شايفك. يجي يقول لك جاي تنام، قوم ما تنامش، ده مش وقت نوم، قوم صلي، قوم اقرا قران، قوم ادعي، قوم اعمل. كانه يدير حياتك. هي دي المتابعه، ان النفس يتابعك في كل شيء. فلا تدع المتابعه اخلاص، انك انت كل شويه تقول لنفسك يا رب هذه لك،
ومتابعة، أنك أنت كل شيء تبص سيدنا وسلم، ها صح كده أكمل، ها راضي عني، ها صح أنا متابع السنة كده. فإذا كنت كذلك فأنت فعلا صمت رمضان صحيحا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه أجمعين.